ابو تريكا بيجيب جول وبيجري، بيسيب الجمهور وبيسيب اللعيبه وبيسيب الجهاز الفني وبيجري على دكه النادي الاهلي وبيتجه لشخص ملفوف ببطانيه حمراء مش باين من وشه غير جزء بسيط ثابت البطل. انتوا متخيلين الوضع عامل ازاي في استاد الكليه الحربيه يوم 12 فبراير 2005 في عز التلج؟ الاهلي بيلاعب الزمالك في مباراه في الدوري العام، مباراه مهمه ومباراه مصيريه في دوري الاهلي بينافس عليه. الشخص اللي ملفوف بالبطانيه الحمراء اللي هو ثابت البطل بيصارع سرطان البنكرياس. ثابت البطل اللي مانويل كوزيه وإدارة الأهلي بقوا يتحايلوا عليه إنه ما يجيش المباراة، ظروف المباراة والجو صعب وصعب جدا، بس ثابت البطل بيرمي كل ده عرض الحائط ويصمم إنه يجي يحضر اللقاء. ثابت البطل اللي مات بعد الموقف ده بيومين. واحد كان بيموت ضحى بكل شيء عشان شغله وعشان حبه للنادي الأهلي. الموقف ده مش هتلاقيه غير في مدرسة النادي الأهلي. صديقي الأهلاوي، انت لو مفكر انك عاصرت اقوى مدير كرة جه في تاريخ النادي الأهلي بحزمه القوي، بشخصيته القوية، بعقوباته القوية، بفرض شخصيته على غرفة اللبس، فانت غلطان لانك ما عاصرتش ثابت البطل. يوم 16 سبتمبر سنة 1953 اتولد ثابت البطل. ثابت البطل اللي لعب في بداياته في سكر الحوامدية، لعب كخط وسط، لعب كمهاجم، لعب كجناح، ولكن ثابت البطل اللي كل تمرين لما يخلص كان بيحب انه يقف في حراسة المرمى وبعض من زملائه يشوط عليه كور. هنا الصدفة بتلعب دورها، لما المدرب بيشوفه وبيشوف موهبة جبارة في حراسة المرمى، وكمان الصدفة والحظ بيلعب اكتر دوره لما بيتصاب حارس مرمى سكر الحوامدية وثابت البطل بيقف مكانه، ومن هنا تتولد أسطورة حراسة المرمى الأهلوية ثابت البطل. في سنة 1970 بينضم ثابت البطل للنادي الأهلي عشان يكتب لنفسه وللأهلي ويسطر تاريخ كبير في خلال 17 سنة. 17 سنة وعرين الأهلي محمي بأسطورة في حراسة المرمى، 17 سنة وثابت البطل بيكتب بأحرف من ذهب اسمه وسط أساطير النادي الأهلي. هو ثابت، وفعلا هو ثابت وبطل في نفس الوقت. موهبة كروية صعب انك تلاقي زيها، شخصية قوية صعب انك تلاقي زيها، ثبات وتألق صعب انك تلاقي زيه. ثابت البطل اللي لعب 17 سنة مع الاهلي حقق فيهم 25 بطولة. انت متخيل الرقم اللي بيعدي او بيلعب في النادي الاهلي؟ اقل حد هتلاقيه واخد بطولات كبير، 25 بطولة ما بين 11 دوري مصري، 7 كاس مصر، 2 بطولة أفريقيا، 3 كأس الكؤوس الإفريقية، مرة كأس الاتحاد التنشيطية ومرة كأس الأفرو أسيوية. ثابت البطل اللي لعب أيضا دور كبير مع منتخب مصر محدش يقدر ينكره، مع منتخب مصر 16 سنة حامي عرين المنتخب، مش بس كلاعب أو ليه دور مهمش، لا، ثابت البطل كان ليه أدوار مهمة مع منتخب مصر، قاد المنتخب للفوز ب
بكأس الأمم الإفريقية سنة 86، وكان دوره بارز ومؤثر جدا جدا مع المنتخب. ناهيك عن دوره في دورة الألعاب الإفريقية سنة 87 وكأس العالم في إيطاليا اللي كان ليه دور بارز في صعودنا ليه وهو في سن 37 سنة، واللي اعتزل بعدها بسنة سنة 1991. الإصابة منعته أنه يشارك مع منتخب مصر في أولمبياد لوس أنجلوس سنة 84، والموضوع كان محزن جدا لثابت البطل لأن كان ليه دور كبير في صعودنا للأولمبياد. ثابت البطل اللي بيمتلك رقم محدش عمله ولا هيقدر يكسره في حراسة المرمى كأكثر لاعب محلي يحقق كلين شيت لدقايق، حقق 1486 دقيقة كأكثر لاعب محلي، وكتاني أكثر رقم عالمي يتحقق، وهو برضه الوحيد اللي كان بينافس الرقم ده وكان قرب انه يكسره، مش حارس تاني. ثابت البطل برضه اللي حقق سنة 78-79 1325 دقيقة كلين شيت، كان بينافس رقمه اللي فوق اللي هو كان رقم واحد وده رقم اتنين. قد ايه ثابت البطل كان حارس مرمى عظيم. كمان حقق 147 مباراة شباك نظيفة، وكانت في جملة مشهورة كده لعلي زيور كبير معلقين وقته كان دايما يقولها على ثابت البطل: طلع ثابت زي البطل ومسك الكرة، ثابت على القيم والمبادئ، وثابت على الوفاء وولائه للنادي الأهلي في أي مكان كان بيتحط فيه، إذا كان كلاعب أو إداري أو مدرب حراس أو مدير للكرة. بطل في كل قراراته وتصرفاته وصرامته وقوته، على الرغم إن في ناس كتيرة كانت بتشكك إن ثابت بيفتعل المشاكل، ولكن كان كل مرة بيطلع فيها ثابت البطل على حق وإنه كلامه كان صح. وكانت آخر مباراة لثابت البطل مع الأهلي قبل اعتزاله نهائي كاس مصر ضد أسوان، واللي الأهلي كسبها وشال ثابت البطل كأس البطولة واعتزل في عز مجده. وبعد اعتزال ثابت البطل للكرة في النادي الأهلي، لحبه للنادي الأهلي الشديد تدرج في العمل داخل النادي الأهلي، واللي أثبت فيها كفاءة وجدية كبيرة. ثابت البطل اللي ممرش 4 سنين غير وهو مدير الكرة في النادي الأهلي. تخيل معايا إن كل ما يذكر اسم ثابت البطل في قناة الأهلي في أي قناة ويقولوا مين أنجح مدير كرة جه في تاريخ النادي الأهلي، يذكر ثابت البطل سيد عبد الحفيظ اللي الناس شايفاه بالجدية والصرامة وإنه قوي تلميذ، وهو بيطلع يقول كده أنا كان مثلي الأعلى ثابت البطل. سيد عبد الحفيظ ما يجيش 1% من ثابت البطل. اشتغل ثابت البطل مدرب حراس مرمى في نادي أهلي دبي في فترة من الفترات قبل أن ينتقل إلى الاتحاد الليبي ويشتغل مدير للكرة، عشان هنا يتعاقد مع الاتحاد الليبي عشان بس ينقل خبراته اللي اكتسبها من النادي الأهلي خلال عمله كمدير للكرة. وبالفعل ثابت البطل خلال 3 سنين مدير للكرة مع فريق الاتحاد الليبي قدر انه يحصد معاهم 4 بطولات، 2 دوري و2 كاس. ثابت اللي النادي الليبي بيقول في شعر وبيقول انه هو جه رتب اوراق النادي وحقق خلالها بطولات، لان كنا متأكدين واحنا بنتعاقد معاه ان الشخصية دي اللي تربت في نادي عظيم زي الأهلي هينقل الخبرات كلها لينا، وبالفعل ده اللي حصل. ثابت البطل هو أول من فصل إدارة الكرة عن إدارة النادي. ونيجي للقطة اللي لبى فيها ثابت البطل الندى للنادي الأهلي،
سنة 2003، وبرضو المواقف دي احنا عشناها، الناس القدام عارفاها. سنة 2003 الأهلي بيخسر الدوري في آخر مباراة أمام إنبي بالهدف الشهير في ولاية بومفرير، عشان يطلع الأهلي بخال الوفاض من الدوري في السنة دي. الأهلي اللي بيكلم ثابت البطل وبيقول له احنا محتاجينك. في التوقيت ده ثابت البطل في الاتحاد الليبي كان بياخد 16,000 دولار سنة 2003. انت عارف يعني ايه 16,000 دولار سنة 2003؟ ده مش بس كده، لما قال لهم انا همشي واروح للاهلي لان الاهلي محتاجني، قالوا له احنا هنزودك الضعف، 32,000 دولار. ثابت البطل اللي رفض رفض شديد وتمسك بالرجوع لبيته اللي محتاجه في ذلك التوقيت. ورجع ثابت البطل ولبى نداء النادي الأهلي سنة 2003، موسم 2003-2004، والأهلي كان عنده سوبر مصري أمام نادي الزمالك، والأهلي فاز بالفعل بالبطولة دي، وأعاد ثابت البطل ترتيب أوراق غرفة ملابس النادي الأهلي عشان نيجي للفترة الذهبية للنادي الأهلي، واللي ثابت كان ليه دور كبير في إعادة ترتيبها. ثابت البطل اللي اللعيبة كلها كانت بتحبه وفي نفس الوقت بتترعب منه، لدرجة إن محدش أصلا كان يجرؤ إن يعلي صوته حتى لو ثابت البطل بعيد عنه بخمسة متر، محدش كان يجرؤ انه يتكلم مع الكابتن ثابت البطل نص كلمة او يتناقش معاه. ثابت البطل اللي اتظلم في اوقات كتيرة من الصحف والاعلام في ذلك التوقيت، بسبب انه هما كانوا بيطلعوا يقولوا ان ثابت مشى فلان، كان السبب ان علان ما يجيش، في السبب ان حسام وابراهيم يسيبوا الاهلي، لان دي كانت اهم نقطة اتظلم فيها ثابت البطل. ثابت البطل ما كانش ليه علاقة بالموضوع ده لا من قريب أو من بعيد. ثابت البطل كان بيوصل كل كلمة للإدارة والإدارة هي اللي بتقرر. ثابت البطل اللي طلع في لقاء تلفزيوني وحسام جابوه في مكالمة هاتفية، وحسام قال أنا ضحيت عشان الأهلي، أنا رجعت من الاحتراف عشان الأهلي، أنا عملت كتير للأهلي، لكن ثابت البطل قالها وما كانش بيخاف من حد، قال محدش خيره على الأهلي، كلمته الشهيرة، الأهلي خيره على الجميع، محدش ضحى من اللعيبة دي عشان الأهلي. اللعيب كان قبل ما بيمضي أو يجدد كان بيقول أن طلباتي 1-2-3. الزمن ده مش زي الزمن اللي فات اللي احنا كنا فيه. اللعيب اللي اشترط ما يجيش يقول انا ضحيت، انت بتاخد فلوس على اللي بتقدمه، ما تجيش تحسسنا انك ضحيت عشان الاهلي، وما تجيش تقول ان انا عملت للاهلي، الاهلي خيره عليا وعلى اي حد لبس التيشيرت ده. كلمات ثابت البطل بتدرس لحد الآن، كلمات ثابت البطل ثابت في الأذهان، كلام قوي بيدل إن محدش خيره على الأهلي. موقف يبين لك قد إيه عقلية ثابت البطل كانت مختلفة، موقفه هو حارس مرمى للنادي الأهلي، وكان ثابت البطل رقم واحد في النادي الأهلي في التوقيت ده، ولكن بعد إصابته لعب أحمد شوبير عليه، فثابت البطل لقى نفسه اللعيب رقم 2 في ترتيب اللعيبة في حراسة المرمى. فايتسا في التوقيت ده كان هو مدرب النادي الأهلي، فثابت البطل طلب انه يجتمع بيه عشان يعرف انا ليه ببلعبش رقم 1 لما رجعت من الإصابة. ففايتسا رد عليه بكل بساطة وقال له بالنسبة لي انت مش اللعيب رقم 1 لأنك ما بتلعبش في منتخب بلدك، ودي كانت عقلية فايتسا
المدرب الأجنبي إن هو شايف إن اللعيب اللي بيلعب في المنتخب هو ليه الأولوية إنه يلعب. هنا رد ثابت البطل عليه وقال له ما تحكمش عليا وما تقيمنيش بناء على نظريات، اتفرج عليا في التمرين وقيمني أستحق ألعب، لعبني ما استحقش ما تلعبنيش. والظروف هنا لعبت دورها عشان يرجع ثابت البطل أساسي لما تصاب أحمد شوبير في ماتش المينيا وكمله ثابت البطل، عشان يعود ثابت البطل بتألق ويبقى الحارس رقم واحد للنادي الأهلي. اللي يجي مدرب الأهلي في فترة من الفترات فايتسا ويقول أنا كنت مخطئ، أنا مدين لثابت البطل باعتذار. ثابت من أنجح حراس المرمى في النادي الأهلي وكان لازم يبقى رقم واحد. نيجي بقى للعيبة اللي عصرت ثابت البطل، إذا كان كلاعب ولا إذا كان مدير للكرة. أبو تريكة قال عليه إنه كان دايماً ثابت البطل حارس لمبادئ وقيم النادي الأهلي. الحضري اللي بدوره قال لو ثابت كان عايش وأنا هربت لما كنت بهرب لسيون كان استدعاني وضربني ألمين ورجعني تاني النادي الأهلي. جوزيه أسطورة التدريب الأهلوية قال عليه إن أنا ما شفتش قوة شخصية وقوة تحمل وإرادة زي إرادة ثابت البطل في محاربته لمرض السرطان. ثابت اللي كتير كنت بنصحه إنه ما يجيش حتى التمرين، بس هو لأ أنا هحضر وحاجي. حمدي نوح نجم نجوم المقاولين في التوقيت ده كان بيقولك احنا كمهاجمين كنا بنخاف حرفيا من ثابت البطل، وان ثابت البطل كان ان انت تروح عليه مثلا انفراد بكرة بتبقى من جوه انت حاسس انك هتضيعها. ايمن يونس لاعب الزمالك اللي اتكلم عن ذكاء ثابت البطل بالذات في الانفرادات وكمان في ضربات الجزاء، واللي قال ان المدرب بتاعنا في التوقيت ده كان بيعمل لنا محاضرات مخصوص عشان خاطر يعرفنا ازاي ان احنا نواجه ثابت البطل، لانه كان لاعب حارس ذكي جدا جدا. احمد ناجي اللي كان مدرب حراس المرمى في فترة من فترات للنادي الاهلي قال ان اول ما نوصل لضربات الجزاء وثابت موجود ستوب خلاص احنا كده كسبنا ضمننا المباراة. ثابت كان مميز جدا في ضربات الجزاء. حسن حمدي الرئيس التاريخي للنادي الأهلي بيقول على ثابت البطل إنه من أنظف الشخصيات وأعقل الشخصيات وأحسن الشخصيات اللي اتعاملت معاها، وإنه هو كان مخلص للمكان جدا وما كانش بياخد قرارات متسرعة أبدا، كان رزين هادي قراراته موزونة وكانت دايما بتطلع مظبوطة. وقت التمرين الأخير قبل مباراة الزمالك 2005 12 فبراير، التمرين الأخير الجو تلج الجو ساقعة كله بيتحايل على ثابت البطل إنه ما يحضرش، يا عم ثابت امشي انت تعبان، بيحتضر قدامهم مش عارفين يعملوا له ايه. اتحايلوا عليه في الآخر خالص، اقتنع إنه يطلع يتفرج على تمرين الفريق من جوه الأوتوبيس عشان حتى يبقى المكان دافي عليه. جوزيه حسام البدري حاولوا مرارا وتكرارا انه ما يحضرش المباراة الاخيرة بتاعت الزمالك اخر مباراة لي، ولكن برضو ما رضاش ثابت البطل. حب واخلاص ووفاء غير طبيعي من شخصية اسمها ثابت البطل. الاهلي فاز في المباراة دي وكل اللعيبة ما كانش في دماغها الفوز ولا المباراة، كله كان بيجري على ثابت البطل وكأنهم بيحتفلوا بيه وبيحتفوا بيه في اللقاء الأخير. مفيش لاعب بيطلع يتكلم عن ثابت البطل بعد موته في التوقيت ده إلا وهو طالع بيبكي عليه. اتوفى ثابت البطل بعد مباراة 12 فبراير بيومين بالظبط عن عمر يناهز 52 سنة بعد صراع مع سرطان البنكرياس. تشوف اللعيبة في جنازته وهم بيبكوا عليه بكاء شديد، مش عشان
انه كان بيعيط على واحد عزيز عليه، لا ده كأن اللعيبة بتعيط ان ابوها اللي مات في التوقيت ده. في احتفالية النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب قال عليه انه القدوة والمثال والرمز اللي اي حد جاي بعديه لازم يتعلم منه. عمره ما قصر مع حد، وعمره ما طلب من الاهلي حاجة ولا اشترط على الاهلي. عاش بطل ومات وهو واقف على رجله بطل. رحم الله الأسطورة التي لن تتكرر، ثابت البطل.